السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله باذن الله النهارده كده هنستكمل باقي الجزء اللي وقفنا عنده امبارح. احنا كنا اخدنا في محاضره امبارح اللي هو اول جزء في قائمه انسرت، اللي هو الكفر بيج والبلانك بيج والبيج بريك. واحد بعمل بيه غلاف صفحه، والتاني بعمل بيه صفحه فاضيه، والتالت بعمل بيه حاجه اسمها فواصل صفحات، وده اللي هو التيبل او الجدول. فظهرت معانا قائمتين جداد اللي هو تيبل ديزاين. احنا قلنا ان الجزء الاول ده بالكامل كله خاص بالاستايلات بتاعة الجدول زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ده بقى هنا البين كلر اللي هو لو عايز ابتدي ارسم على البوردر او الحدود بتاعة الجدول. طيب جينا دخلنا بعد كده على حاجة اسمها لي اوت، وقلنا ان سيلكت في الاول دي بتعمل تحديد سواء كان للخليه او للعمود او الصف او الجدول. كنا اتكلمنا من هنا لو عايز ارسم جدول، وهنا لو عايز اضيف صف او عمود، ولو عايز احذف صف او عمود. كنا اتكلمنا هنا ازاي اعمل تقسيم او انشطار للجدول او الخليه. دي بالنسبه عندي للارتفاع والعرض بتوع الخليه. وقفنا لحد هنا. طيب هنبدأ النهاردة في جزء جديد اسمه Alignment، المحاذاة. يعني ايه محاذاة اصلا؟ دلوقتي لو جيت انا مثلا هنا كتبت اسم محمد زي ما انتم شايفين بالشكل ده، عندك هنا 9 مربعات جنب بعض. ال3 مربعات اللي فوق المحاذاة بس من فين؟ أعلى الخلية أهو في المنتصف ناحية اليسار ناحية اليمين. طب التلاتة اللي في النص المحاذاة بس في نص الخلية أهو في المنتصف ناحية اليمين ناحية اليسار. طب اللي تحتها المحاذاة بس أسفل الخلية من تحت خالص في المنتصف ناحية اليمين ناحية اليسار. دي التكس دايركشن اتجاه النص زي ما انتم شايفين، اتجاه النص بتاعك ده اللي هو ايه التكس دايركشن. طيب السيل مارجنز، زي ما الصفحة عندك ليها هوامش فالخلية ليها هوامش. دي هوامش ايه؟ هوامش الخلية من أعلى من أسفل ناحية اليسار ناحية اليمين. ده لو عايز اظبط الهوامش بتاعة الخلية. عندي هنا مثلا وعايز ابتدي ارتب الاسماء دي، ارتبها ازاي؟ هتلاقي في حاجة اسمها سورت او ترتيب، هدوس عليها فيقول لك انت عايز ترتبها من الايه للزت ولا من الزت للايه زي ما انت شايف. طب ليه دلوقتي ما بعملش معاك؟ بقول لك ليه ما بعملش معاك. تعالوا كده نجرب، مثلا نكتبهم تحت بعض هنا ونيجي نحددهم ونقول له صورت، نقول له اوكي رتب. يبقى هو بيرتب على اساس ايه؟ على اساس الحاجه الموجوده داخل الخليه. يعني انا امسح ده وابتدي انشئ جدول. حددت الجدول كله وقلت له صورت واقول له اوكي. مش عايز يعمل معاك. طب تعالوا كده هنا بصوا كده، انا بجرب اهو مش عايز يعمل. ليه؟ ان لازم يكون الاسماء اللي انا هرتبهم في خليه واحده. طيب حلو خالص. هنا بيقول لي حاجه اسمها ريبيت هيدر رو، تفتكروا بيعمل ايه؟ لو عندي لو شغال في التنسيق عندي اللي هو مثلا راس بالشكل ده، لو عندي عنوان رئيسي فوق خالص بعمل له عملية تكرار. طيب أنا دلوقتي عندي تيبل، تعالوا كده نختار حاجة اسمها convert to text، هدوس عليه وأقول له إيه أوكي.
ايه اللي حصل؟ حول معاك الجدول بتاعك الى نص عادي. نعمل كنترول زد وهروح على لاي اوت واختار حاجه اسمها كونفيرت تو تكست، يعني انا عايز احول الجدول بتاعي الى نص. هروح ادوس عليه واقول له اوكي. ايه اللي حصل؟ حول عندك حاجة أنا مش بستعملها كتير اللي هي المعادلات في ال حد سمع المعادلات في الوورد؟ يعني نفترض مثلا دلوقتي أنا كاتب هنا 10، كاتب هنا مثلا 20، وجيت هنا كاتب هنا مثلا 30، وجيت هنا ورحت له على لاي اوت قلت له حاجة اسمها فورمولا اللي هي المعادلات، يقول لك يساوي. هروح اكتب سم اللي هي معادلة المجموع وافتح القوس. طب الاول انا واقف فين؟ انا واقف يمين الارقام اللي عندي، اقول له يساوي سم وافتح القوس، راح اقول له ايه؟ اجمع لي الارقام اللي ناحية اليسار ليفت، اقول له اوكي. ايه اللي حصل؟ قال لي 40. ليه؟ تاني قلت له مثلا رحت على فورمولا او معادلات واقول له يساوي معادلة المجموع اللي هي اسمها صم اللي هو صم ميشن، واروح افتح القوس، يعني بعد اسم المعادلة اروح افتح القوس. انا عايز اجمع ايه؟ انا عايز اجمع الارقام اللي هي على يسار الخلية اللي انا واقف عليها، اروح اقول له ليفت واقول له انتر، قال لي 40. طيب انا لو واقف هنا ورحت على فورمولا كتبت صم، انا عايز المره دي اجمع ايه؟ انا عايز اجمع الارقام اللي هو اسفل الخليه اللي انا واقف عليها، اقول له بوتين. قال لك في ايرور. انا اعرف مشكله الايرور اللي ظهر ده ايه بالظبط. تعالوا هنا مثلا فورمولا بيقول لي صم رايت، اهو جمع لك الارقام من ناحيه اليمين. طيب جيت هنا وقلت له مثلا فورمولا جمع لك الارقام اللي من فوق، جيت هنا وقلت له فورمولا سم بوتم اسم المعدل البوتم اهو، ايه قال لك ان في ايرور. ليه قال لك ان في ايرور؟ حد يقول لي ايه مشكلة الايرور اللي حصلت دي؟ دي طريقة اللي هو المعادلات في الوورد. عندك الصم الافريج الماكس المين. الصم بيدي لك اللي هو اهي معدل الصم، اهي الصم بيدي لك المجموع. طيب الافريج اللي هو المتوسط، وعندك معادلة اسمها الماكس، معادلة اسمها المين. المين بيدي لك أصغر قيمة من القيم الموجودة عندك، يعني أصغر قيمة من العشرة والعشرين والتلاتين كام؟ عشرة. طيب أكبر قيمة 30، صم اللي هو المجموع وأفريج اللي هو المتوسط. تعالوا كده اهو، قلت له فورمولا سم قال لي ان في ايرور. طيب عايزين نحل الايرور ده، نحله ازاي مع بعض؟ نيجي نكتب هنا مثلا 20، هنكتب مثلا هنا 10، نكتب 15،
عايز الناس تجربها لحد ما يوصل للسبب ايه، وتجاوبني عليها ان شاء الله مع الاسئله اللي انا كنت جايل عليها. السبب الناس لو ركزت فيها تعرف السبب، فانا عايز الناس تدور عليه. نضع الصفر في الخليه الفاضيه، نجرب بس اجرب. هو مش هتفيدني جامد، بس دي الطريقه اللي انا بشتغل بيها معادلات في الوورد، مش بشتغل اكتر من كده. بس طيب لحد الآن في أي مشكلة في التيبل أو اللي أوت؟ حد عايز نعيد على حاجة تاني فيها عشان أدخل على اللي بعدها؟ نعمل سيلكت على العمود أو الصف. طب ما انا لما اجي اعمل المعادله ناحيه اليسار او ناحيه اليمين او من اس او من اعلى بتعمل معايا. ماشي، الناس تجرب وتقول لي الحل كان ايه. لحد الآن في أي مشكلة هنا؟ في أي مشكلة لحد دلوقتي؟ أنا بجرب معك، أدي لك نفس الخطأ. الناس تحاول توصل لي حل التاح. طب زي ما قلنا امبارح، موضوع ازاي اعمل بيج بريك او افصل كل صفحه عن الثانيه، والسؤال الثاني بتاع لما باجي اعمل معادله خاصه بي ان انا اجمع الارقام اللي من تحت، بيقول لي ان في ايرور، عايز اعرف سبب الايرور. قلنا بحذف الجدول ازاي، هضغط على انت الزائد واقول له باك سبيس من فوق، نفس القصه. طيب عايز اضيف صوره. جزء الالستريشن هتلاقي الاوامر كلها بنسبه 90% نفس الحاجه بالظبط. تعالوا اروح على بيكتشر او صوره، فبيقول لي انت عايز صوره من الجهاز ولا عايز صوره عن طريق الاونلاين بيكتشر عن طريق الانترنت؟ اقول له لا، انا عايز صوره من الجهاز. This device. اختار اي صوره مثلا موجوده عندي وراح اقول له انسيرت. ضفت الصورة. أول ما أضيف الصورة هتلاقي في قائمة تانية ظهرت من فوق، قائمة اسمها Picture Format. دي قائمة تانية ظهرت معاك. طيب لحد هنا، حد اللي هو الحد الفاصل ده، دي كلها خاصة بالاستايلات بتاعة الصورة. طيب عندك أول حاجة، حاجة اسمها Remove Background، إزالة الخلفية. تعالوا ندوس عليه. الحاجات اللي هو اللي باللون هنا البنفسجي ده، هو ده اللي هيتشال لو دوست على انت الصح. طيب انا لا، انا عايز الحته دي معايا، اروح امشي عليها بالشكل ده زي ما انا بمشي كده، تمشي عليها بالقلم. هو حاول اظبطها. طيب عايز دي كمان معايا، امشي عليها بالقلم لحد ما تظبط. اعمل كنترول زد، كنترول زد تاني. بس خلاص انا عايز الجزء اللي من جوه بس. خلصت راح اقول له حاجه اسمها ايه، كيب تشينج، يعني حفظ التغيرات. تعال ندوس عليها، علامه الصح. اللي حصل شل الأطراف وخلالي الجزء ده بس من remove background. طيب لو أنا عملت تغيرات وعايز أعمل إهمال لكل حاجة أنا عملتها، هقول له discard all change، يعني إهمل لكل التغيرات اللي أنت عملتها. طيب أنا عايز مثلا الجزء اللي هو learn more ده، أنا عايزه، أنا عايز أشيله، مش عايزه يظهر معايا في الصورة.
يبقى اقول له حاجه اسمها مارك اريا تو ريموف، المناطق اللي انت عايز تشيلها، عايز اشيل دي باللون الاحمر اهي، انا مش عايزها معايا، امشي عليها لحد ما تظبطها. عايز حد دقيق اهو. طيب خلصت، انا مش عايز احتفظ بيها، اقول له ديسكارد اول تشينج، يعني رجع لي كل حاجه زي ما كانت، اهو رجعها لك زي ما كانت. طيب عندك حاجه اسمها كوريكشن، كوريكشن برضو دي ستايلات تانية زي ما انتوا شايفين اهو. طيب الكالر نفس القصة، بيظهر معاك استايلات تانية. طيب ميزة الكلر لو رحت عليها وقلت له حاجة اسمها سيت ترانسبيرنت كلر، بيشيل لك الخلفية اللي من ورا. بص ظبطها لي ازاي اهو بالشكل ده. بس لو انا عندي مثلا نفترض واد بالشكل ده وفي خلفية سادة من ورا، الخلفية تكون سادة، راح اقول له حاجه اسمها سيت ترانسبيرنت كلر، هيشيل لك اللون الساده اللي من ورا ايا كان اللون الساده. طيب هنا الافكت دي برضه تاثيرات تانية خاصه بالصوره زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ترانسبيرنس دي برضه خاصه بالصوره اهي. طيب حلو خالص، الصورة مش شغالة، شغالة عند الناس ولا لأ؟ تمام. شوف طيب لو في مشكلة في النت عندك، بس هي الصورة عادي شغالة وواضحة. تمام. عندك هنا حاجة اسمها الكومبريس بيكتشر. يعني ايه كومبريس؟ يعني الصورة نفترض كمثال حجم الصورة 1 ميجا بايت، انا هعمل لها عملية ضغط اخفف الحجم بتاعها، مثلا هخليه 500 كيلو بايت، فانا قللت حجم الصورة نفسها. عندك بعد كده حاجة اسمها اتشينج بيكتشر. نفترض انا غيرت تنسيق الصورة بالشكل ده وغيرت الحدود باللون الاحمر، ورحت قلت له حاجه اسمها تشينج بيكتشر يعني تغيير الصوره، هقول له انا عايز صوره من الجهاز فروم ا فايل، عايزين نختار صوره زي دي، واروح اقول له انسيرت. ايه اللي حصل؟ حطها لك مكانها بس ساب لك التنسيقات اللي انت كنت عاملها. لسه هندسة دي، احنا لسه هنروح لها ان شاء الله، احنا لسه في البداية، بس هروح لك للجزء اللي هو سرو وبيهايند. تمام. فانا كده غيرت الصورة بس سبت التنسيقات اللي كنت عاملها على الصورة الجديدة. طيب الريسيت بيكتشر، تعالوا كده ندوس عليها، ايه اللي حصل؟ رجع لك الصورة زي ما كانت تاني، رجع لك الصورة زي ما كانت تاني. طيب هنا عندك حاجة اسمها البيكتشر ستايل، دي كلها ستايلات خاصة بالصورة اهي، اختار الستايل اللي انت عايزه. اختار الستايل اللي انت عايزه للصورة. طيب عندك هنا حاجة اسمها البيكتشر بوردر، الحد الخارجي بتاع الصورة. هو في حد خارجي بس انا مش واخد بالي منه عشان خط رفيع جدا. تعال نروح على الويت ونقول له حاجة بالشكل ده، دي الأوزان، دي أحجام الحد الخارجي.
يبقى احنا قلنا اللي من فوق ده اسمه ده لون الحد الخارجي بتاع الصورة، ده الويت اللي هو حجم الحد الخارجي. طب انا عايز الحد الخارجي بس عايزه في شكل ايه؟ خطوط داش لاين زي ما انتم شايفين. ممكن العب فيها ازاي؟ طيب عندك حاجه اسمها البيكتشر افكت، تاثيرات خاصه بالصوره، اهي دي كلها تاثيرات ممكن تختار منها. اختار مثلا التاثير المناسب واقعد اغير بيبل مثلا حاجه بالشكل ده 3D روتيشن، بس فابتدي اغير فيها زي ما انت عايز، عدل فيها زي ما انت عايز الصورة. طيب حاجة اسمها البيكتشر لي اوت، يعني ايه بيكتشر لي اوت؟ هنعرف كمان شوية في حاجة اسمها سمارت ارت او مخطط تفصيلي. فهنا بيقول لك هيحول لك الصورة الى مخطط تفصيلي على الشكل اللي انت هتختاره، انا هختار الشكل ده بحول لك الصورة الى مخطط تفصيلي. حول لك الصورة بتاعتك الى مخطط تفصيلي زي ما انتوا شايفين شكلها بيبقى ازاي. عندك حاجة اسمها البوزيشن، تعالوا كده نحرك في الصورة مش عايز تتحرك، الصورة مش عايزة تتحرك، فبتروح على حاجة اسمها بوزيشن، يعني موضع الصورة انت عايزه فين بالظبط. اهو كده حرك هتتحرك معاك. الدوائر اللي انتوا شايفينها اللي هي على اطراف الصورة بتكبر وبتصغر في حجم الصورة زي ما انتوا عايزين اهي. اما السهم اللي هو مايل ضيق ده اللي هو الدوران بتاع الصورة، كليك شمال عليه واعمل دوران للصورة زي ما انت عايز. يبقى البوزيشن مكان الصورة فين بالظبط، يعني انا دلوقتي عندي تكست او نص، عندي كلام مكتوب، فانا عايز الصورة فين؟ انا عايزه هنا، عايزه مثلا الصورة عايزها من فوق، عايزها في المنتصف، عايزها ناحية اليسار، عايزها في المنتصف، ولا عايزها في المنتصف ناحية اليسار، ولا المنتصف ناحية اليمين، وهكذا تختار مكان الصورة من هنا. طيب نفترض ان انا عندي كلام بكتبه، كاتب كلام بالشكل ده، تعالوا كده نجيب الصورة. ايه اللي حصل؟ الصورة محطوطة فين؟ ليه؟ لأن لو رحت على البوزيشن هلاقيها، شوف أنت عايزها فين بالظبط أهي. طيب تعالوا على حاجة اسمها الراب تكست، يعني التفاف النص. تعالوا نقول له بيهايند تكست، خلف النص، فخلى لك الكلام مكتوب على الصورة أهو زي ما أنتم ملاحظين من تحت. طيب هقول له ان فرونت، خلى لك الكلام خلف الصورة. بيهايند بيخلي لك الكلام موجود على الصورة، أما ان فرونت بيخلي لك الكلام خلف الصورة، مش واضح. طيب عندك تايت أو سكوير أو تايت أو ثرو، بيديني مثلا ويخلي لي الكلام حوالين الصورة زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. طيب أهو بيهايند تكست خلف النص، وادي ان فرونت اوف تكست اللي هو امام النص، فهتلاقي الكلام اللي من ورا مش ظاهر. طيب انا دلوقتي عايز اخد نسخه تانية من الصوره دي، ادوس على كنترول مع دي، كنترول مع دي. طب انا مش هاخد نسخه، او عندي صوره تانية مثلا جبتها من سطح المكتب، طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اخلي الصوره اللي من قدام دي خلف الصوره اللي من ورا. طيب عندك حاجه اسمها سند باكورد، يعني ارجع للخلف. هتدوس على السهم اللي هو جنب كلمه سند باكورد واقول له حاجه اسمها سند تو باك، يعني ارسال للخلف. ايه اللي حصل؟ خلى لك الصوره اللي انت واقف عليها خلف الصوره الثانيه اهي. نعمل كنترول زد، اول ما اقول له سند تو باك رجعها لك من ورا. طيب هروح على حاجه اسمها برينج فورورد، برينج تو فرونت، يعني احضار للامام، خليها لك قدام الصوره اللي انت واقف عليها. يبقى ان فرونت بيخلي لك الصوره على الصوره، اما الباك بيخليها لك خلف الصوره.
طيب الاين برضو المحاذاه بتاع الصوره، انت عايز الصوره بتاعتك فين بالظبط؟ عايزها ناحيه اليسار ولا في المنتصف ولا ناحيه اليمين ولا اعلى ولا في المنتصف ولا اسفل، ولا عايزها مثلا هوريزنتال ولا فيرتيكال؟ فانت بتختار البوزيشن بتاع الصوره. طيب عندك حاجه هنا علامه المثلث اللي هو روتيت اللي هو التدوير، دوران. انا عايز اعمل دوران للصوره بالشكل ده اهو، انا بعمل دوران. طيب عايز انا احدد زاويه الدوران بنفسي، هقول له حاجه اسمها المور روتيشن اوبشن، المور روتيشن اوبشن، وهتلاقي من تحت في كلمه اسمها روتيشن او الدوران، بتختار زاويه الدوران اللي انت عايزها 35، بقول له اوكي، فعمل لك للصوره دوران بنسبه 35 درجه المثلث اللي انتوا شايفينه، واقول له مور روتيشن اوبشن، واروح عند الروتيشن اروح اختار زاوية الدوران بتاعتي. حلو خالص. طب عندك حاجة اسمها كروب اللي هو قص، لو عايز اقص الصورة اللي عندي، لا انا هرجع بس زي ما كانت. الصورة دي زي ما انتم شايفين هعمل لها كروب او قص، تلاقي فيه زي خطوط ظهرت على الاطراف، وقص زي ما انت عايز كده، بعمل قص للصورة وراح ادوس في مكان فاضي بره فالصورة اتقصت معايا. طيب لو دوست على السهم بتاع كروب بيقول لك ايه؟ كروب تو شيب، يعني هتعمل قص للصورة بس على هيئة شكل، اروح اختار الشكل اللي انا عايزه، ايه اللي حصل؟ تلاقيه قص معاك الصورة على اساس الشكل اللي انت مختاره اهو. تعالوا نختار شكل زي ده، خلي لك الصورة بالشكل ده اللي هو كروب تو شيب. طيب هنا في الاخر عندك اللي هو المستطيل اللي شايفه بالطول ده، ده ارتفاع الصورة، مستطيل العرض ده عرض الصورة، يبقى ده الارتفاع وده العرض. تعالوا كده نخلي الارتفاع مثلا 5، قول له انتر، غير تلقائي لوحده في العرض. يعني انا اول ما جيت تغيرت في الارتفاع خليته مثلا كمثال خليه مثلا 3، واقول له انتر، لوحده غير في العرض. انا مش عايز كده، انا عايز اغير الارتفاع لوحده والعرض لوحده، لما اغير حاجه فيهم التاني ما تتغيرش. السهم اللي من تحت ده اللي هو تحت الارتفاع والعرض هدوس عليه، وهتلاقي تحت خالص هتلاقي في كلمه اسمها لوك اسبكت ريشيو، معلم عليها علامة صح، أروح أشيل علامة الصح وأقول له أوكي. تعالوا كده نغير في الارتفاع، خليه مثلا 4 ودوس إنتر، ما غيرش في العرض. فكده أنا هضطر إن أنا أغير في العرض مانيوال يدوي من السهم اللي من تحت، وأروح أشيل علامة الصح من حاجة اسمها لوك اسبكت ريشيو، وأبتدي أغير الطول والعرض، الطول والعرض بتاعي. ده بالنسبة للفورمات أو التنسيقات بتاعة الصورة. طيب بالنسبة لجزء الفورمات أو التنسيقات، حد عنده أي مشكلة؟ حد حابب يسأل سؤال في الجزئية دي قبل ما ندخل على اللي بعده؟ الكتابة في حالة الصورتين، يعني إزاي هتكتب على الصورة؟ أو جدول. وتروح عند اللي اوت تغير حجم الخلية، المقاسات بتاعتك لو بالمليمتر هتختلف، لو كانت بالانش هتختلف، لو كانت بالسنتيمتر هتختلف، لو كانت بالمتر، فهو الوورد بيدي لك حد اقصى، يعني ما تقدرش تتعداه، يعني زي ما حضرتك بتقول ان بيديك 409 مليمتر، خلاص ما نقدرش يتعدى الحد ده، لان الوحده اللي هو مبرمج عليها البرنامج ان بالمليمتر اخره 409، او الحجم الطبيعي بتاع الخليه ما ينفعش يزيد على 409. طيب انا دلوقتي انا عندي صوره بالشكل ده وعايز ابتدي اكتب عليها، انا جبت مثلا تكست بوكس اهو وابتدي ان انا اكتب،
كده اغير، هنعرف كمان شوية ازاي اظبط في التكست بوكس. اغير اللون واخليه مثلا لون يكون واضح اهو، بس انا كتبت على الصورة عن طريق ان انا ادرش ايه مربع نص اهي. طيب عندك بعد البيكتشر في حاجة اسمها شيب او شكل، تعالوا كده نختار اي شكل ننزله اهو، ادرش الشكل ده هتلاقي ظهرت من فوق ايه، ظهرت معاك برضو حاجة اسمها الشيب فورمات، التنسيقات الخاصة بالشكل. هتلاقي على فكرة نفس الاعدادات اللي احنا شرحناها في الصورة، يعني هنا مثلا لو جيت دوست على بقول لك انسرت شيب، اخترت اي شكل تاني ورسمته هيترسم معاك اهو، من هنا كده ارسم هيترسم معاك. رسم لك شكل. طيب هنا بيقول لي edit shape، اول ما اقول له edit shape واروح اقول له حاجه اسمها edit point، يعني هتعمل لي تعديل للنقاط بتاعه الشكل، هتلاقي في نقاط ظهرت معاك باللون الاسود، امسكها كليك شمال وحرك فيها او حرك فيها زي ما انت عايز، بس اداك الشكل ده. ده انا ممكن استخدمها في ايه؟ لو انا نفترض بعمل فلاير او بعمل غلاف كتاب، جيت عملت مستطيل اهو ورحت قلت له حاجه اسمها edit point، صغر دي بس شويه، اروح اقول له edit point عمل لي شكل بالمنظر ده، واروح اقول له مثلا كوبي، اخد نسخة تانية منه واعملها من تحت، بس المرة دي هعمل لها تدوير روتيت فيرتيكال. هتلاقيها ظهرت بالشكل ده اهو. ابتدي بقى اشتغل بنفس الطريقة، اي شكل عندك هتضيفه، اي شكل هتضيفه تقول له edit point، ابتدي بقى اغير في النقاط زي ما انت عايز، العب فيها اهو. المربع اللي انت شايفينه ده حرك فيه، حرك العب غير اهو. بس زي ما انتوا شايفين كده طيب. عندك بعد كده حاجة اسمها تكست بوكس، أول ما أدوس عليه فهتلاقي فيه علامة زائد ظهرت معاك أنت وقاعد في المستند، كليك شمال وارسم، ارسم مربع نص. ادخل بقى اكتب جواه اللي أنت عايزه، اكتب جواه اللي أنت عايزه، ده اللي هو مربع النص. طيب بالنسبة للشيب، لو الستايل بتاعه مش عاجبني بغيره من فين؟ من حاجة اسمها شيب ستايل، تختار الستايل اللي انت شايفه مناسب اهو. طيب الالوان الموجودة هنا انا مش عايزها، مش عاجباني الالوان دي، هقول له حاجة اسمها شيب فيل او لون التعبئة، تختار اللون اللي انت عايزه من هنا. طيب في حاجة اسمها جريديانت، دي الالوان التدريجية من اللون اللي انت مختاره. طيب تكتشر، تلاقي عندك برضو اشكال تانية ظهرت. طيب تعالوا كده من شيب فيل اروح اقول له بيكتشر، يعني صوره، اقول له فروم ا فايل، تختار الصوره اللي انت عايزها واقول له انسرت. ايه اللي حصل؟ ضاف لك الصوره في الشكل بتاعك اهو، ادي شكل تمام، ورحت قلت له شيب فيل واقول له بيكتشر، اخترت الصورة اقول له انسرت، فضاف لك الصورة فين؟ جوه الشكل اللي انت مختاره ده، اللي هو من فين؟ من شيب فيل. طيب الشيب اوت لاين، الحد الخارجي بتاع الشكل،
اهو الحد الخارجي بتاع الشكل زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ده الويت. ده برضو بيديك اشكال تانية اهو. الداش برضو بيدي لك خط منقط، وهنا المور اوت لاين كلر ده لو عايز الوان اكتر. طيب الشيب افكت برضو هتلاقي بيدي لك تأثيرات اكتر للشكل بتاعك. اختار ريفليكشن اللي هو مراية، سوفت ايدج اللي هو حواف الناعمة، واختار الشكل اللي انت شايفه مناسب اهو. طيب جيت انا حبيت ان انا اكتب داخل الشكل، بيكتب بيكتب. طيب انا دلوقتي ما كتبش حاجة داخل الشكل، تعالوا مثلا نعمل شكل ده، فهتلاقي اللي هو الجروب بتاع الوورد ارت ستايل مش متفعل. ليه؟ لان ده خاص بالكلام الموجود داخل الشكل، يبقى ده خاص بالكلام الموجود داخل الشكل. تعالوا ندوس على الدايرة ونروح نكتب مثلا الاسم اللي احنا عايزينه. اهو خليه مثلا في المنتصف. هنا بقى الوورد ارت ستايل، الستايلات الخاصه بالخطوط الموجوده داخل الشكل. الوان مش عجباني، من هنا هتلاقي حاجه اسمها تكست فيل، اللون بتاع التعبئه، اللون اللي من الداخل. طيب ده تكست اوت لاين، الحد الخارجي بس بتاع ايه؟ بتاع الخط زي ما انتم شايفين كده. طيب التكست افكت دي تأثيرات تانية بتظهر معاك للخط بتاعك، تختار اللي انت عايزه. اما الترانسفورميشن بيدي لك الخط بالشكل ده اهو، ترانسفورم. تعالوا كده نختار واحد زي ده، خليه لك مايل بالشكل ده. تعالوا كده نختار مثلا الشكل ده اهو، تعالوا نختار من الترانسفورم الشكل اللي انتوا شايفينه مناسب. طيب حلو خالص. هنا بقى التكست، فبيقول لي حاجه اسمها التكست دايركشن، اتجاه النص اللي انت كاتبه من جوه عايزه ازاي، انت بتختار من هنا اتجاه النص. طيب الالاين تكست، المحاذاة بتاعت النص انت عايزها فين، في المنتصف ولا اعلى الشكل ولا موجودة في اسفل الشكل، تختار المكان اللي انت عايزه. طيب هنا البوزيشن، احنا كنا بنقول في الصورة البوزيشن اللي هو مكان الصورة، هنا مكان الشكل عايزه فين. طيب الراب تكست، التفاف النص، نفس القصة، عايزه خلف النص ولا امام النص، ولا عايزه اعلى واسفل، ولا عايزه فين بالظبط. طيب انا لو عندي شكلين فوق بعض وعايز اخلي واحد في الخلف وواحد في الامام، لو عايز اخلي واحد في الخلف اقول له سند تو باك، لو عايز اخلي واحد في الامام اروح اقول له حاجه اسمها برينج تو فرونت. طيب عندك حاجه اسمها سيلكشن بين، تعالوا ندوس عليها. سيلكشن بين ظهرت معاك قائمه ناحيه اليسار، ناحيه اليمين انا اسف. القائمه دي هتلاقي فيه علامه العين ظهرت، تعالوا كده نضغط على علامه العين خفالك الشكل. طب نضغط على علامه العين الثانيه خفالك الشكل اللي من فوق. فالسيلكشن بين بيدي لك عباره عن مجموعه من الاشكال اللي انت أدرجتها عندك في المستند. طيب حلو خالص، عايز أغير اسمها، هضغط عليها ضغطتين كليك شمال وأروح أكتب الاسم اللي أنا عايزه، أقول له إنتر بس. ألاين اللي هي المحاذاة بتاع الشكل عايزه فين بالظبط، والروتيت زي ما قلنا اللي هو الدوران، وهنا الهايت أو الارتفاع، الارتفاع والعرض بتوع الشكل بتوعي. فهتلاقي التنسيقات هي هي واحدة، هي هي اللي باخدها في الصورة، هي هي بتاخدها في الشكل. يبقى البوزيشن
مكان الشكل فين بالظبط. الراب تكس التفاف النص بتاعك برضو يعتبر مكان الشكل. اما لو عندي شكلين فوق بعض وعايز ارجعهم لورا، عايز ارجع الشكل لورا هقول له سند تو باك، اما لو عايز احضره للامام هقول له برينج تو فرونت. والاين اللي هو المحاذاه بتاع الشكل، وسيلكشن بين بتعمل لي ايه؟ بتظهر ليك ناحيه اليمين كل الحاجات اللي انت ادرجتها داخل مستند، كل الحاجات اللي انت ضفتها داخل مستند. ضفت صوره، ضفت الشكل، ضفت مخطط تفصيلي. طيب انا الشكل مثلا المستطيل من فوق مش عاجبني وعايز فيه، هروح بس اضغط على علامه العين اهو، خفى معاك الشكل. طب عايز اخفيهم كلهم مره واحده من هايد اول، خفى لك كله مره واحده، اظهرهم كلهم شو اول. عايز اغير اسم مثلا، الاسم ده هضغط عليه ضغطتين كليك شمال واروح اكتب الاسم اللي انا عايزه واقول له انتر. ده بالنسبه للشكل. فيها اي مشكله لحد دلوقتي؟ هتلاحظوا ان الصوره والشكل الاثنين الجزء الاخير ده كل واحد، مفيش اختلاف، ممكن بل الاوامر كلها واحد. ممكن لا مش بنفس طريقه الاوتوكاد ولا بنفس طريقه الفوتوشوب. امكانيات البرنامج نفسه، برنامج امكانياته برضو مش زي الاوتوكاد ولا الفوتوشوب، امكانياته بسيطه على قده. فهو الاوامر او الشغل ممكن يعمله ان هو يخفي لك الصوره اهو زي ما انتم شايفين. عايز احط مثلا الصوره مثلا او الدايره عندك، عايز تحطها من تحت كليك شمال واسحبها زي اللي هو انت كنت بتعمله في الفوتوشوب. اللي بيستخدم فوتوشوب او بيستخدم اوتوكاد هيلاحظ الحركه دي. اضغط على الحاجه كليك شمال واسحب، شوف انت عايز تحطها فين. بس زي ما انت قلت هي شبيهه لحاجه اسمها اللاير، الطبقات. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ في اي مشكله لحد دلوقتي؟ ادخل على اللي بعده. اللي انا هشرحهم الاثنين الجايين بالظبط دول هتلاقيهم في 2019 بس، يعني كمان 2016 مش هتلاقي فيهم الجزء ده اللي هو الايكون و3 دي موديل. تمام. الامرين دول محتاجين انترنت، يعني انا لو مش فاتح انترنت دلوقتي مش هيشتغلوا معايا. تعالوا نختار حاجه اسمها ايكون. انا كده مستني يحمل. حمل معاك ايكونات هتلاقيها زي ما قلت 365 او اوفيس 19. اروح اختار الايقونه اللي انا عايزها اهو، مثلا اخترت دي واروح اقول له ايه انسيرت. هلاقيه ضافها لي فين؟ احنا قلنا عشان احركها اروح عند البوزيشن اختار المكان بتاعها، اختفت خالص اهي كده، احرك فيها زي ما انا عايز. وبرضه هتلاقيه ظهرت معاك من فوق بيقول لك ايه الجرافيك فيل، اللون بتاعه الجرافيك اوت لاين اللي هو الحد الخارجي، الجرافيك افكت برضه تأثيرات تانية ليه. ده برضه اللي هو اللون زي ما انتم شايفين. ده هنا لو عايز اغير الجرافيك هقول له فروم افايل، ده لو منزل حاجة عندي على الجهاز، يا اما اقول له فروم ايكون، تختار ايكون اللي انت عايزها مثلا ايكونة دي واقول له انسرت انزلها لك. لو عايز احول الجزء الجرافيك ده الى شكل اقول له كونفرت تو شيب، حوله لك كانه شكل. اشتغل بقى على تنسيقات الشكل العاديه. الجزء الاخير ده نفس اللي احنا اخدناه برضو، البوزيشن المكان والراب
تعكس التفاف النص والمحاذاة والتدوير والقص والارتفاع والعرض بتوع الشكل بتاعي زي ما انتم شايفين كده. طب عندك حاجة اسمها 3D موديل، هينزل لك أشكال من الإنترنت بس 3D. عايز مثلا ده، أنا عايز الجروب بتاع الهدايا، منتظر عليه بيحمل. واختار الشكل اللي انا عايزه، تمام. اخترت مثلا الشكل ده، راح اقول له انسرت. استنى عليه بيحمل. وبرضه نفس القصة هنا، برضه دي كلها ستايلات ليه زي ما انتم شايفين. من اللي من جوه دي ابتدي اعمل تدوير ليه، ده شكل 3D اهو. دي نفسها هتلاقي نفس برضه التنسيقات. الحاجات دي محتاجة معاك انترنت. طيب عندك حاجة مهمة بعد كده اسمها سمارت ارت او مخطط تفصيلي. سمارت ارت هندوس عليه. دي كلها مخططات تفصيلية، اختار الشكل اللي انا عايزه. اخترت الشكل ده، راح اقول له مثلا اوكي. هتلاقي من فوق ظهر معاك قائمتين جداد، قائمة فورمات لو الناس تفتكر نفس القائمة اللي احنا شرحناها في الجدول وفي الصورة وفي الشكل وفي المخطط التفصيلي بتاع دلوقتي، وكمان هناخدها في الشرط او رسم البيان. انا دلوقتي مثلا واقف على المستطيل ده، ورحت من هنا اخترت شكله، فغير لك اللون بتاعه، بيقول لك الشيب ستايل، ستايلات الشكل اللي انت واقف عليه. الشيب فيل ده لون التعبئة. طيب الشيب اوت لاين الحد الخارجي بتاعه زي ما انتم شايفين الحد الخارجي. الشيب افكت بيظهر ليك تأثيرات اكتر للشكل بتاعك. طيب الوورد ارت ستايل زي ما اتكلمنا، دي خاصه باللي هو الكلام اللي انا كاتبه داخل المخطط التفصيلي. تمام. فالوورد ارت ستايل الستايلات الخاصة بالخط اللي انا كاتبه من جوه. تكست فيل اختار اللون اللي انت عايزه. تكست اوت لاين الحد الخارجي للون زي ما انتم شايفين. تكست افكت هيظهر معاك تأثيرات اكتر للشكل. وهكذا شوف المناسب ايه واعمل. طيب هنا زي ما قلنا البوزيشن اللي هو مكان السمارت ارت، تمام. الراب تكست اللي هو التفاف النص، اما البرينج فورورد وسند تو باك. لو عندي اتنين سمارت ارت فوق بعض، عايز اخلي واحد اسفل الثاني او واحد اعلى من الثاني. سيلكشن بين زي ما قلنا اللي هو بيظهر ليك هنا ناحيه الجنب، انت عامل ايه بالظبط. طيب الالاين المحاذاه بتاع انتوا شايفين المحاذاة بتاعة السمارت ارت، الروتيت اللي هو الدوران، اما السايز اللي هو حجم المخطط التفصيلي. طيب هنا دلوقتي انا واقف على شكل زي ما انتم شايفين، ورحت قلت له حاجة اسمها لارج او بيكبر معاك الشكل. طب سمولر بيصغر معاك الشكل. طب انا الشكل ده مش عاجبني، عايز اغيره، اقول له تشينج شيب يعني تغيير الشكل. اختار مكانه شكل زي ده اهو. اللي بيحصل من تشينج شيب واختار الشكل اللي انا عايزه، بيغير على اساس الشكل اللي انا عايزه اهو كده. غير مثلا
شوف المناسب ايه واعمله اهو زي ما انت شايف. انا غيرت طيب ده بالنسبة لجزء الفورمات، يعني زي ما انتم شايفين ان لحد دلوقتي ان جزء الفورمات في جزء الالستريشن بالكامل اللي هو الصورة والشكل والسمارت ارت والايكون وال3 دي موديل كلهم نفس الحاجة، يعني مش بلعب فيهم كلهم، هنا هتلاقيهم نفس الاوامر. طيب هنا السمارت ارت ديزاين، الاستايلات والتصميمات بتاعت المخطط التفصيلي اللي انت عامله، رحت على حاجة اسمها سمارت ارت ديزاين ورحت هنا دي كلها ستايلات خاصة بيه اهو، اختاروا الستايل اللي انتوا عايزينه. طيب الالوان مش عاجباني وعايز اغيرها، اقول له حاجة اسمها تشينج كولر واروح اختار الالوان اللي انا عايزها. طيب انا المخطط التفصيلي اللي انا عامله مش عايزه، بتغيره من هنا حاجة اسمها اللي اوت، بس كده بيتغير بالكامل، بس الكلام اللي انا كاتبه من جوه موجود، بس هو بيعمل ايه؟ بيغير لك شكل السمارت ارت. طيب تعالوا كده ندوس على حاجه اسمها ريسيت جرافيك، اللي حصل رجعه لك زي ما كان تاني في الاول، يعني كل الاستايلات والاشكال اللي انت عملتها رجعها لك زي ما كانت، اللي هو ريسيت جرافيك. حلو خالص. طيب انا دلوقتي واقف فين؟ عند الوورد، ورحت قلت له حاجه اسمها الموف داون، ايه اللي حصل؟ بيحركها لي خطوه لقدام لحد ما ينزلها لي تحت. طيب الموف اب بيرجعها لك تاني لورا اهو. طيب الرايت تو ليفت بيخليها لك ناحيه اليمين اهو، ناحيه اليمين وناحيه اليسار. طيب حاجه اسمها ديموت، ديموت بيشيل لك شكل. طب بريموت بيرجع لك الشكل تاني. طيب انا واقف هنا عند الاكسل وعايز اضيف شكل جديد، هقول له حاجه اسمها اد شيب، اضافه شكل اهو، انا كده بضيف شكل. طب لو قلت له ديموت بيحذف لك الشكل اللي انت ضفته، ريموت وديموت. الموف اب بيطلعوا لك خطوه لفوق، الموف داون خطوه لتحت. دي هو حاجه اسمها الاد بلت، اللي هو التعداد النقطي، صغر على قد ما يقدر في الخط بتاعك. لا دي حاله زي ما كانت بس. يبقى ده بالنسبه للسمارت ارت ديزاين وبالنسبه لفورمات. طيب بص هنا في حاجه بيقول لي اسمها من فورمات، من فورمات في حاجه اسمها اديت ان 2 دي. يعني اديت ان 2 دي كانك بتقول له هترجعها لي تاني كانها كان شكل 2 دي، يعني انا عملته دلوقتي كده كانه شكل 3 دي اهو. ده شكل 3 دي، لا انا عايزه 2 دي، هروح اقول له اديت ان 2 دي، رجحه لك زي ما كان 2 دي، ومهما تعمل وتغير مش هيتغير لان انت عامله ايه 2 دي. هروح من فورمات اشيل التحديد اللي انا عامله من حاجه اسمها اديت ان 2 دي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ده بالنسبه لايه؟ السمارت ارت. عندك حاجه اسمها شارت او رسم بياني، هي مش بتفيدني جامد في الوورد لان استخدامها انا دايما بستخدم الرسم البياني في الاكسل. تعالوا ندوس عليها واختار اي شكل انا عايزه. اختار مثلا الشكل ده، اروح اقول له اوكي. فتح معاك شيت اكسل. طيب نخلي بالنا من الكلام اللي مكتوب ده، سيريس 1 سيريس 2 سيريس 3. تعالوا هنا نخليها مثلا، نبتدي نغير، اقول له هنا ايس ديل، بصوا اتغير تحت، اقول له هنا ايس ديل تيتشر، هقول له هنا
اس 3، هتلاحظ ان تحت اتغيروا كلهم. طيب بالنسبه للكاتيجوري 1 اللي هو تحت الرسم البياني، روح اخليه مثلا جروب، جروب ايه، هنا جروب بي، هنا جروب سي، وهنا جروب دي. هتلاحظ ايه اللي بيحصل، بيتغير من تحت الارقام، غير زي ما انت عايز، هنا 5، هنا مثلا 3، تلاقي هنا مثلا 2.5، هنا اخليه مثلا 2. لاحظ ان بيتغير من تحت، ده اخليه مثلا 3، ده اخليه 1، ده اخليه 4، ده هخليه مثلا 2.5 بس، وهكذا. فبيتغير من تحت. خلصت خالص الشغل بتاعي، راح اقول له على او اعلم علامة الاكس، فتغير من تحت، هتطلق بنفس الحاجة اللي انت كنت عاملها. طيب هتلاقي برضو من فوق ظهر معاك، بدل ما يظهر سمارت ارت ديزاين، ظهر معاك حاجة اسمها الشارت ديزاين، وظهر معاك فورمات هي تاني بتتكرر معايا دي. لو عايز اضيف شكل اهو زي ما انتم شايفين هنا في الشيب ستايل، لو انا دلوقتي علمت على اللي هو اللون الاورنج واخترت حاجه بالشكل ده، ايه اللي بيحصل؟ بيغير لك الالوان اهو، احدد الشكل من جوه واختار اللون اللي انا عايزه، حدد واختار اللون اللي انا عايزه بس وغير. طيب الشيب فيل، اللون ده انا مش عاجبني اهو، انا دلوقتي اول ما ادوس على اي عمود فيهم بيتحدد معايا العمادة كلها، انا عايز احدد عمود واحد، هروح اضغط على عمود مثلا عايز احدد الاخير، ضغطتين كليك شمال، اقفل دي واروح اختار من شيب فيل اللون اللي انا عايزه بس، وابتدي اغير. عايز احط صوره، اقول له بيكتشر، اختار الصوره واقول له انسرت، تلاقي ده فالك شيب اوت لاين، الحد الخارجي، شيب افكت اللي هو تاثيرات اكتر للرسم البياني. طيب لو كاتب حاجه من جوه اهو، الوورد ارت ستايل، دي كلها ستايلات خاصه بالكلام اللي هو موجود داخل ال داخل ايه؟ داخل رسم البيان. زي ما انتم شايفين بالشكل ده. البوزيشن المكان بتاع الرسم البياني، الراب تكست التفاف النص، الاين اللي هي المحاذاه، والسلكشن بين اللي بيظهر معايا الرسم البياني اللي انا ضايفه، وزي ما قلنا احنا السايز اللي هو الارتفاع والعرض بتوع الرسم البياني. ده بالنسبة لفورمات. طيب تعالوا كده نروح على حاجة اسمها شارت ديزاين. الجزء ده كله خاص بالستايلات بتاع الرسم البياني. أول ما ندوس على السهم، دي كلها ستايلات، دي ستايلات خاصة بالرسم البياني. طب الألوان اللي من جوه مش عاجباني أغيرها من فين؟ من حاجة اسمها تشينج كولر، وأختار الألوان اللي أنا عايزها. اختار الالوان اللي انت عايزها. طيب عندك هنا حاجه اسمها الكويك لي اوت، بيغير معاك اللي هو التخطيط بتاع الرسم البياني زي ما انتم شايفين اهو. طيب هنا في حاجه اسمها سيلكت داتا، تعالوا ندوس عليها، فتح معاك شيت الاكسل ده لو عايز تعدل فيه. ايديت داتا، نفس القصه، بيعمل نفس الامر، عدل يا باشا في الداتا بتاعتك اهي. طيب سيلكت داتا، نفس القصه اهو، ابتدي عدل. بس هنا المره دي لو عايز اعمل ايه، لو عايز ابدل اهو زي ما انتم شايفين كده، ابدل الاعمده والصفوف من سويتش رو اند كولين،
اقول له اد، ده لو عايز اضيف عمود تاني اهو. من فين؟ من اد. عايز اعمل له تعديل اديت، عايز اعمل له ازاله ريموف. فده لو عايز ابدل ما بين الاعمده والصفوف اقول له اوكي. طيب رحت قلت له حاجه اسمها تشينج شارت تايب، اول ما ادوس عليها ففتح معايا الرسم البياني. رحت انا اخترت الشكل ده وقلت له اوكي، ايه اللي حصل؟ غير معاك الاستايلات بتاعت الرسم البياني، بس ايه؟ بنفس الحاجه اللي انت كنت عاملها في الاول، بنفس الشغل اللي انت كنت عامله في الاول. يبقى تشينج شارت تايب بغير لك نوع الرسم البياني. عندي بقى اخر حاجه واهم حاجه عندي، حاجه اسمها الاد شارت اليمنت، العناصر او الاستايلات بتاعه الرسم البياني دي المتحكمه فيها. هنا بيقول لي الاكسس اللي هي المحاور، الارقام اللي هي ناحيه اليسار، بصوا كده ظهرت. طب لو اخترت فيرتيكال اختفت، هوريزنتال بتظهر معايا. طيب الاكسس تايتل، العناوين اللي هو عنوان المحاور، عايزه فين بالظبط؟ عايزه فيرتيكال رأسي ولا عايزه هوريزنتال أفقي؟ تختار اللي أنت عايزه مثلا وتروح تضغط عليه واكتب اللي أنت عايزه. نفترض مثلا هكتب كلمة شرط أو رسم بيانة، أقول له إنتر وأضغط في مكان فاضي فاتحملت معايا. طيب الشرط تايتل المرة دي عنوان الرسم البياني، شوف انت عايزه فين بالظبط، عنوان الرسم البياني تمام، اللي هو الاد شورت element دي خاصه بيه اللي هو الستايلات بتاعه الجدول. الاكس تايتل اللي هو العنوان بتاع المحاور، اما الشورت تايتل اللي هو عنوان ايه؟ الرسم البياني. طيب الداتا ليبل، بص اللي بيحصل، بيحط لك الارقام على ايه؟ على رسم البيان بتاعك زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طيب الداتا تيبل، البيانات بتاعت الجدول بتاعك عايز تضيفها ولا لا؟ اهو زي ما انتم شايفين. طيب الايرور بار، لو عندي نسبة خطأ في الرسم البياني بيظهرها ليا، يعني الناس اللي في تجارة اللي بيدرسوا مادة الإحصاء هيعرفوا يعني ايه نسبة خطأ، يعني انا الجدول بتاعي مش مظبوط بنسبة، لازم اي حاجة بعملها بيكون فيها نسبة خطأ ولو 1 من 10 تمام. فهو بيقول لي نسبة الخطأ ما بين الاعمدة اللي عندك، وهل الكلام والارقام اللي عندك متناسق ولا لا. طيب الجريد لاينز بيظهر ليك من ورا شبكة بيانية او شبكة بيانية. طيب الليجند، بصوا بيعمل ايه، اللي هو الاي سي دي ال، الاي سي دي ال تيتشر والاي سي 3، الثلاث حاجات اللي انت شغال عليهم. دي كلها خاصه بايه؟ بالستايلات بتاعتك. طيب بصوا كده معايا، انا جيت اخترت مثلا اقول له تشينج، رحت اخترت حاجه بالشكل ده اقول له اوكي. تعالوا كده نروح على اد شارت اليمنت، اللي حصل فتح معاك بس مش كل البيانات اللي هو كان حاططها في الأعمدة، بمعنى كده ان كل شكل بيكون ليه بيانات مختلفة عن التاني. ده بالنسبة للرسم البياني. يبقى احنا كنا اخدنا التيبل، اخدنا الصورة، اخدنا الشكل، اخدنا الايكون وال3 دي موديل والسمارت ارت والشارت. طيب تعالوا كده ندوس على حاجة اسمها سكرين شوت، وروح اقول له سكرين كلابينج، بياخد لك سكرين للشاشه اللي من ورا الخلفيه ورا المستند بتاعك او ضفها لك. بمعنى لو انا ورا المستند طب نفترض ان الشاشة دي هي اللي خلف المستند بتاعي، ورحت قلت له من انسرت حاجة اسمها السكرين شوت او سكرين كلابنج، يعني حتى هو هنا ظهر ليك الشاشة اللي من ورا اهو. خد بقى سكرين شوت للجزء اللي انت عايزه، ضافه لك فين؟
احنا قلنا البوزيشن عشان احركه، فضافه لك معاك في المستند، ففتح معاك اللي هي الاستايلات الخاصه بايه بالصوره، تبتدي تغير زي ما انت عايز. ده اللي هو جزء الويكيبيديا لو عندي بحث وعايز اجيب معلومات من الانترنت بستخدمها هنا. واما الجيت اد اي ان اس ده لو عايز اجيب اضافات استخدمها او تطبيقات استخدمها بس عن طريق الانترنت. ده اللي هو الميديا لو عايز اجيب مثلا فيديو بس عن طريق الانترنت. هنا بقى لو عايز اضيف لينك، يعني ايه اضيف لينك؟ تعالوا ندوس على كلمة اسمها لينك، ورحت والله هنا دورت في الملفات اللي عندي، اخترت ملف زي ده ولا اقول له مثلا اهو، هتلاقيه ظهر معاك من تحت، ضاف لك العنوان بتاعه، واروح اقول له اوكي، فضاف معاك لي او كانه رابط. علشان افتح الرابط ده بعمل ايه؟ اروح ادوس على كنترول من لوحة المفاتيح، ادوس على كنترول من لوحة المفاتيح، بس انا عشان عندي مشكلة في الاختصارات، وقال لك دوس على كنترول زائد كليك تو فولو لينك، يعني عشان تروح او تفتح اللينك دي هتفضل داس على كنترول وما تشيلش ايدك من كنترول، فهتلاقي فيه زي سهم او شكل الايد اللي ظهرت معايا دلوقتي اهو، ده شكل الايد. هروح اضغط كليك شمال على اللينك دي اهو، هقول له ايه؟ يس، هيفتح معاك اللي هو الملف اللي انت عملت له لينك. يبقى تاني بعمل اللينك ازاي؟ من لينك، واروح من هنا مثلا، اروح لو جبت رابط عن طريق الانترنت وعايز اضيفه، بضيفه فين؟ في الادرس، يا اما ادور على الملف اللي انا عايز اعمل له عملية لينك او ربط، واروح اقول له مثلا اوكي. علشان افتحه ادوس على كنترول من لوحة المفاتيح وما اشيلش ايدي منه، وادوس كليك شمال واقول له يس، هيفتح معاك الملف بتاعك. ده بالنسبة للينك. سكرين شوت اول ما ادوس عليه اهو، فهنا وراك الشاشة اللي من الخلف، هو بياخد سكرين شوت للشاشة اللي هي خلف المستند بتاعك. اقول له ايه؟ سكرين كليبنج، فتح معاك الشاشه اللي من ورا. فاصبر عليه لحد ما يجيب لي، انا اسف، بيجيب لي الصوره بس بنسبه بهتان. من علامه الزائد اللي انتوا شايفينها كليك شمال واسحب على الجزء اللي عايز اخده سكرين شوت، الاقيه فين؟ اتضاف معايا فين؟ اتضاف معايا في المستند بتاعي. طيب هنا بقى كومنت لو عايز اضيف تعليق. لو فاكرين لما كنا في ريفيو كنا بناخد حاجه اسمها كومنت او تعليق، نفس القصه برضو هنا، عندي مثلا حاجه بالشكل ده وعايز اعمل عليها تعليق، احددها واروح اقول له كومنت او تعليق، واضيف التعليق اللي انا عايزه. بس في مشكله هنا، لو انا مش بيعمل لي زي ريفيو اللي هو نيو كومنت، مش بيعمل لي نيكست ولا بريفيوس. يعني لو عايز اعمل اكتر من تعليق بعمل، بس لو عايز اروح للتعليق اللي بعد كده او عايز ارجع للتعليق السابق من فين؟ من ريفيو. وده بالنسبه لحد الكومنت اللي عندي. حد الان في اي مشكله مع الناس؟ حد الان في اي مشكله مع الناس؟ أمور بسيطة مع كل الناس، أمور بسيطة مع كل الناس. طيب كويس خالص، عندك هنا انا هسيب دلوقتي هيدر اند فوتر، هسيبها في المحاضره اللي جايه اشرحها مع الريفرنس والميلينج واشرح الجزء ده. طيب عندك حاجه اسمها تكست بوكس، لو عايز اضيف مربع نص هروح ادوس على تكست بوكس
واختار مربع النص اللي انا عايزه اهو، وابتدي اكتب جواه، تكتب جواه الحاجة اللي انت عايزها. ان انسرت واختار حاجة اسمها تكست بوكس، فبيظهر معاك مربعات نص جاهزة، دوس عليها بس وابتدي اعمل اللي انت عايزه. طيب هنا في حاجة اسمها المور تكست بوكس، بيظهر معاك برضو مربعات نص اكتر، بس ده لو فاتح الانترنت. طيب لو عايز ارسم مربع نص بس هوريزنتال افقي، هقول له درو هوريزنتال تكست بوكس، وكليك شمال وابتدي ارسم واكتب جواه زي ما انا عايز، ده اللي هو مربع النص. عندك حاجة اسمها الكويك بارت، كويك بارت، ورحت وقلت له حاجة اسمها الدوكومنت بروبرتي، ورحت وقلت له ابستراكت او نبذة مختصرة. جيت كتبت هنا نفترض كمثال، ورحت كتبت محمد رمضان ومشيت. اول ما ارجع ادوس عليه تاني هتلاقيه ظهر من فوق كلمة اسمها ابستراكت، يعني بيعرفك ان الحاجة المكتوبة من تحت دي نبذة مختصرة من كويك بارت، وتروح على حاجة اسمها الدوكومنت بروبرتي او خصائص المستند، وتختار مثلا اللي انت عايزه. هقول له تايتل، هكتب مثلا الام او اس، اروح في مكان فاضل لما ادوس عليها تاني هيقول لي من فوق اللي انت كاتبه دي تايتل او عنوان. حلو خالص. طيب الوورد ارت بيظهر معاك مربع نص بس على حسب الشكل اللي انت مختار. بص كده، رحت على انسرت وفي حاجه اسمها الوورد ارت، اختار النص اللي انا عايزه اهو، ظهر معايا مربع نص على حسب اللون اللي انا اخترته من انسرت، من حاجه اسمها تكست اختار الوورد ارت. دلوقتي انا عندي حاجه بالشكل ده، ورحت حددتها مثلا، ورحت على حاجه اسمها دروب كاب. بص اللي بيحصل، مثلا انا هخلي اول حاجه النص بتاعي انا بكتب انجليزي، او بخليه ليفت رايت، واروح على انسرت ومن حاجه اسمها دروب كاب. اول حرف، بنلاحظ ان في بعض القواميس الكبيره بيخلي لك اول حرف من اول كلمه موجوده في السطر الاول بالشكل ده اهو، اختار الشكل اللي انت عايزه، ده اللي هو الدروب كاب. طيب حلو خالص. طيب عندك حاجة هنا اسمها السيجنتشر لاين، اللي هو التوقيع. هدوس على السهم اللي جنب كلمة سيجنتشر لاين وهقول له ايه؟ هقول له مايكروسوفت اوفيس سيجنتشر لاين، تعال نبص عليها، فظهرت معايا بالشكل ده. تاني من سيجنتشر لاين واقول له مايكروسوفت اوفيس سيجنتشر لاين، وابتدي اكتب التوقيع بتاعي. يقول لي هنا الشخص اللي هيوقع سيجنر، حتى مديني مثال، انا هوقع باسمي محمد رمضان. تحت بيقول لي اللي هو التايتل، اللي هو العنوان الوظيفي، الوظيفة بتاعته. بيدي لك مثال، بيقول لك مانجر او مدير، هقول له مثلا انا ترينر. طيب لو عايز احط الايميل اروح اكتبه هنا في الايميل ادريس، واقول له بعد كده اوكي، هلاقي التوقيع ظهر بالشكل ده، وعامل لك علامة اكس من فوق، ده التوقيع. انا مش بفضل التوقيع اللي بالشكل ده، يا اما تكتب اسمك عادي، وتروح من هنا تختار مثلا نوع خط، يعني مايل شوية للخط اللي هو الرقعة. اهو حاجة بالشكل ده.
طيب حلو خالص. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها الديت اند تايم، هدوس عليه. الديت اند تايم لو عايز ادرج تاريخ دلوقتي او ساعه دلوقتي، النهارده كام؟ 6 مارس 2022، ولا عايز ادرج التاريخ والساعه؟ اقول له انا مثلا عايز اختار التاريخ والساعه، اقول له اوكي، فادرج لك في المستند تاريخ النهارده وساعه دلوقتي، الساعه اللي احنا فيها. من فين؟ من الديت اند تايم، وبتختار الستايل اللي انت عايزه. طيب عندك هنا حاجه اسمها اللانجوج، اللغه بتاعت التاريخ اللي انت شغال بيها. طيب الكليندر تايب، تعالوا كده نختار حاجه اسمها الهجري، فهتلاقيه ظهر معاك اللي هو التاريخ الهجري. احنا حاليا النهارده سنه 1443، ده التاريخ الهجري بتاعك. الديت اند تايم، وتختار اللي هو من الكليندر، اختار هجري، فظهر معاك بالشكل ده. طيب ليه ظاهر معاك بالعربي؟ لان انا مختار اللغه عربي. طيب لحد الان زي الفل. عندك هنا حاجه اسمها اوبجكت. اوبجكت دي بتعمل ايه؟ انا عندي مثلا مستند بالشكل ده، ورحت قلت له اوبجكت، اختار ايه؟ اوبجكت. اروح اقول له كرييت فروم فايل، اختار من فوق كرييت فروم فايل، واروح اقول له براوز، فتح معاك الجهاز. اروح اقول له مثلا انا عايز ايه؟ انا عايز المستند ده ايه؟ اقول له انسيرت، اقول له اوكي. ايه اللي حصل؟ دمج المستندين مع بعض. تاني بيعمل ايه؟ انا عندي مستند فتح وعندي مستند تاني، انا لسه هروح اخد كوبي بيست من ده لده؟ لا، هروح عند حاجه اسمها اوبجكت، اقول له اوبجكت، وهختار من فوق حاجه اسمها كرييت فروم فايل، يعني هتجيب لي الملف من، هتجيب لي او تعمل لي انشاء لملف تاني من الجهاز عندك، واروح اقول له ايه؟ براوس، يعني افتح لي الجهاز، وبتختار المستند اللي عايز تعمل له دمج، واروح اقول له ايه؟ انسرت. بعد كده اقول له اوكي. ليه؟ علشان اللي هو المستند اللي انا حاولت اضيفه مش موجود اصلا على الجهاز، او غيرت مكانه. تعالوا نختار دي واقول له انسرت، واقول له اوكي. ايه اللي حصل؟ ضاف لك الكلام اللي كان موجود في المستند اللي انا اخترته مع المستند اللي انا واقف عليه حاليا. طيب ده بالنسبه لايه؟ اوبجكت. طيب هنا عندك حاجه اسمها السيمبل، بيجيب لك سؤال في الامتحان الدولي ضيف رمز، فطالما قال لك ضيف رمز هروح له عند السيمبل واختار الرمز اللي انا عايزه. بيقول لك ضيف رمز اسمه الكوبي رايت، اهو تروح عند السيمبل بتوقف على الرمز، هيكتب لك الاسم بتاعه كوبي رايت. فبيجيب لك سؤال في الامتحان الدولي ضيف رمز اسمه كوبي رايت، تروح عند السيمبل تختار الرمز اللي انا عايزه، فجي اتضاف تحت السيمبل او اتضاف معاك. طيب من سيمبل ورحت انا عايز رموز اكتر من كده، هروح اقول له حاجه اسمها المور سيمبل. استنى هيفتح معايا رموز اكتر. او اختار الرموز اللي انا عايزها من هنا. طيب لو عايز رموز اكتر، شايفين كلمة فونت؟ هروح اختار منيها نوع الخط اللي انا عايزه، كل خط، كل نوع خط موجود عندي هتظهر ليه رموز اكتر. دي كلها انواع الخطوط، تختار منها وبتنزل تختار الرمز اللي انت عايزه مثلا، وتقول له انسرت، فهتلاقيه اتضاف معاك. طيب عايز اضيف معادلة equation، equation اللي هي معادلة، هدوس على السهم اللي جنب كلمة equation، بيدي لك هنا معادلات جاهزة اهو، ده اللي هو مساحة الدائرة،
اللي هو باي ار تربيع، اللي هو احنا بنسميها اللي هو طه نق تربيع بالعربي. انسرت واكويشن، واختار هنا معادلات جاهزه. طيب لو عايز اكويشن اكتر من مور اكويشن فروم اوفيس دوت كوم، بيفتح لك بيجيب لك معادلات بس من فين؟ من الانترنت. طب لو قلت له انسرت نيو اكويشن، انسرت نيو اكويشن، هتلاقيه فتح من فوق قائمة اسمها equation. هنا الرموز بتاعتك اهي، دي كلها رموز ودول معادلات. تدخل على اي واحدة فيهم هيفتح لك بالشكل ده، الجذر مثلا هروح اضغط عليه اهو، فالمربع اللي من جوه هروح اكتب جواه الحاجة اللي انا عايزها، مثلا جذر 4 اهو، ادي جذر 4. ده لو عايز اكتب المعادلات بتاعتي. بتقدر تضيف. تمام. الاختبار الدولي 2016، اوفيس 2016، ده بالنسبة للإكويشن. تختار من انسرت نيو إكويشن المعادلة اللي انت عايزها المصفوفة، تبتدي اكتب في كل مربع فيهم اللي انت عايزه. بس اهو بالشكل ده. طب رحت على السهم اللي جنب ايكويشن، رحت وقلت له حاجه اسمها لينك ايكويشن، تلاقيه فتح معايا بالشكل ده، بيقول لي ارسم اهو رايت اكتب المعادله بتاعتك اهو، اكس تربيع، تلاقيه فوق اهو ضاف لي اكس تربيع زائد واي تربيع. بس انا برسم. طب انا عايز امسح حاجه، ريزر امسح. تمام. عايز تعمل سيلكت الحاجة، تحدد حاجة، عايز تعمل مسح او كلير، مسحها لك ترجعها لك زي ما كانت. انا هرسم واقول له انسرت، تلاقيه ده فالك من تحت. ده بالنسبة للايكويشن والسيمبل، ده النمبر اللي هو الارقام اللي عندك، ده اللي هو بالنسبة للترتيب بتاعك. طيب رحت على انسرت تيبل ورحت اخترت جدول، وانا عندي هنا مثلا كمثال واحد، او عندي مثلا 10 او 101 و9، وعايز ابتدي اجمع بس الحاجات اللي من تحت. احنا قلنا من لي اوت هقول له فورمولا واقول له يساوي ايه؟ صم. باشمهندس قال لنا هنعمل او هنكتب كلمة بلو اللي هي اسفل مش بوتن، قول له اوكي. ايه اللي حصل؟ جمع معايا. وبمعنى كده انا مش هقول له بوتن، انا هقول له بلو. يبقى ليفت رايت توب وبلو. بلو لو عايز اجمع الارقام اللي من تحت. تمام لحد الان. في اي مشكله لحد دلوقتي بالنسبه للجزء الاخير ده؟ أمور بسيطة مع الناس. أمور سهلة. طيب حلو خالص. انا هسيب الهيدر والفوتر لمحاضرة بكرة ان شاء الله. تمام. وهشرح برضو في محاضرة بكرة اللي هو الريفرنسز او الميلينج، الريفرنسز انا اسف، اللي هي المراجع، ازاي اضيف جدول محتويات، وازاي اعمل فهرس، ازاي اعمل اللي هو المراجع اللي عندي. في اخر الكتاب بنلاحظ ان في مراجع، هنتعلم ازاي نعملها من حاجة اسمها السيتيشن. التيبل اوف كونتنت هنتعلم ازاي اضيف فهرس او جدول محتويات عندي. الميلينج او المراسله هنتعلم ازاي اعمل عمليه دمج للمراسلات، وازاي ان انا لو عندي اكتر من اسم في شهاده ولسه همسح واكتب، لا انا عايز ال 100 اسم يجوا ورا بعض، هنعرف ازاي نعملهم ان شاء الله مع بعض في محاضره غدا، اللي هو الريفرنس والميلينج، واللي هو في انسرت اللي هو جزء الهيدر اند فوتر اللي هو الراس والتسجيل. الهيدر لو جيت دوست عليها كده سريعا بس هشرحها بالتفصيل المحاضره اللي جايه،
تختار المكان اللي انت عايزه. انا عايزه فين؟ انا عايز الهيدر يكون هنا اهو. اكتب خلصت، اروح اقول له كلوز هيدر اند فوتر اهو، هتلاقي الهيدر ثابت معاك. حتى لما تدخل على الصفحة التانية هتلاقيه ثابت معاك هو هو. الفوتر نفس القصة بس بيخليه لك اسفل الصفحة. طيب البيج نمبر، لو عايز اعمل ارقام للصفحة، عايزها من اعلى ولا من اسفل، ولا عايزها في الهوامش، ولا عايزها في المكان اللي انت واقف فيه حاليا، وهكذا. ان شاء الله محاضرة بكرة هنشرح فيها الهيدر اند فوتر، وهنشرح فيها الريفرنسز والميلينج، وبكده نكون خلصنا المستند الوورد. وان شاء الله على يوم الثلاث هنحل مع بعض الاختبار الدولي بتاع مستند الوورد. فأتمنى إن الناس معاها فرصة لحد نهاية الأسبوع تسلم المشروع بتاع الوورد إن شاء الله. تحاول تخلصه يعني. تمام، حد عنده سؤال بخصوص محاضرة النهاردة؟ محاضرة معرفش إن هي كانت تقيلة على الناس، ولا كانت المحاضرة لذيذة. محاضرة النهاردة أغلبتها شغل ستايلات وتصميمات، فشايف إن الأمور كانت بسيطة. أتمنى إن الناس يعني تراجع اللي إحنا خدناه النهاردة، لأن لو ما راجعتش هنسى كل حاجة أنا قلتها. هتلاقي أغلب الحاجات دي الأوامر اللي أنا بستخدمها نفس الأوامر، مع اختلافات بسيطة، مع اختلافات بسيطة. حد عنده أي سؤال بخصوص محاضرة النهاردة؟ المشروع مش هقول لك ان انت تستخدمي لي كل حاجه في الوورد، لا، انا عايز افهم من المشروع بتاعك انت اتعلمت ايه. بمعنى اشتغل على نوع الخط، حجم الخط، المحاذاه مثلا، التعداد النقطي، ضيف لي صوره، شكل مخطط تفصيلي، اعمل لي هيدر وفوتر، او اعمل لي ارقام للصفحات، اعمل لي مثلا اطار للصفحه، لون للصفحه، علامه مائيه، ممكن اقول لك ضيف لي مرجع مثلا، وهكذا. الجدول الزمني لعناصر المشروع زي الاكسل، وهيكون دقيق ويعرفني فين الريسك ولا لا؟ لا يا هندسه، لا، في حاجات بيعملها الاكسل ما بيعملهاش الوورد، والعكس صحيح، مش كل حاجه ممكن يعملها لك برنامج الوورد. طيب بس فهمني قصدك ايه بالجدول الزمني، يعني الجدول الزمني لعناصر مشروع بمعنى ايه؟ بس حتة ان هو يعرفك الريسك، لا، مش هيبقى زي الاكسل. الاكسل دقيق، ودقيق جدا كمان في موضوع الريسك، لكن الوورد قلنا هو مش استخدامه الاساسي اصلا الرسوم البيانية. هو الرسوم البيانية لو انا احتجتها مثلا في داتا معينة بس، لكن اللي هو اللي يعرفني الريسك فين، يعرفني مثلا هل انا ماشي صح ولا لا، لا، هتلاقي الاكسل هو اللي بيتميز بالنقطة دي. مع الناس لحد نهاية الأسبوع، لحد نهاية الأسبوع، إن إن شاء الله على يوم الأربع ربنا يمنع الموانع، وبكرة نخلص الجزء اللي إحنا اتفقنا عليه، ويوم الثلاث نحل الاختبار الدولي. هناخد الأربع والخميس بإذن الله برنامج الباوربوينت. حاليا الوورد بس حتى باقي البرامج اللي انتوا هتاخدوها هتعملوا مشاريع عليها، وورد، باوربوينت، اكسل. ربنا يمنع الموانع ان شاء الله، والاربع والخميس نشرح فيهم الباوربوينت، والسبت ممكن نبتدي نحل الاختبار الدولي بتاع الباوربوينت، ثم ندخل بعد كده على الاكسل ومعادلات الاكسل. حد عنده سؤال بخصوص محاضرة النهارده؟ تمام، بالتوفيق ليكم إن شاء الله الفترة القادمة. أتمنى إن محاضرة النهاردة كانت خفيفة على الناس. اللي عنده أي سؤال برضو يبعت في الفورم أو يبعت على الجروب، وإن شاء الله نقدر نجاوبه عليه. لو في أسئلة اتسألت قبل كده وما جاوبتش عليها، يا ريت الناس تبعتها لي تاني. تمام، وإن شاء الله بإذن الله نقدر نجاوب على كل الأسئلة دي.
ربنا يكرمكم يا رب إن شاء الله، بالتوفيق لكم.